أحو رئيس جمعيات القادة الجديدة للتنمية والتواصل، على هامش إقامة حفل تميز برقادة، الحفل البهيج الذي عرف حضورا كبيرا من ساكنة المدينة ومجموعة من الفعاليات الجمعوية والثقافية يعني المهتمة بالشأن العام اللي غادي يدينا تصريح حول الأهداف من إقامة هذا النشاط وكذلك التقييم ديالو لهذا الحفل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لحفل التميز لتلاميذ مدرسة القادة الابتدائي والإعدادي والثانوي كيجي في واحد إطار كتشجيع للجمعية كل سنة كدير الحفل هذا كتشجيع للتلاميذ. بالنسبة للسنة الفارطة طلبة البكالوريا نجحوا واحد المعدل بسيط نقولوا مثلا، والحمد لله من ديك حفل التميز التلاميذ كلهم تشجعوا وجابوا واحد المعدل كيشرف، كاين 15 البكالوريا الاول، كاين 13 الثانيه، جوج بنيتات اول هما اللي عندنا البكالوريا كاملين جاوا معدل ممتاز 15 13.26 13.20. دابا الحمد لله هذا النشاط هذا كتشجيع للتلاميذ كاملين والدوار ديالنا والساكنة والأباء كاملين والسلام عليكم. لاحظوا كذلك بالإضافة إلى ذلك هناك مشاركة متميزة من مجموعة من الفاعلين التربويين كمرصد التربية وكذلك بعض الجمعيات المهتمة بقضايا الأسرة وكذلك الصحة بحال قضايا يعني جمعية المهتمة بالسكري. يعني شنو ممكن قلنا على المستوى ديال العمل ديال الجمعيه ديالكم على مستوى الشراكه والتعاون من اجل النهوض يعني الساكنه بالاخص عند الجمعيه كما لاحظنا تقوم مجموعه من الانشطه من الطابع الاجتماعي والثقافي والفني. بالنسبه لجمعيه مرض السكري عندنا معهم اتفاقيه شراكه مع جمعيه الاباء واولياء التلاميذ مدرسه القاده، هذيك الشراكه هما كانوا عندهم كيستافدوا الصيف صافي كيجيو يخيموا هنا وليداتهم بها، ومن خلال ديك المعامله اللي كنا كنتعاملوا معها حنا كجمعيه القاده كيجيو الفضاء ديالنا ومهم كنتعاملوا معاهم مزيان، داك الشيء ما كيتنسالوش اي نشاط ديالنا كيقولوا لنا ضروري تستدعيونا نجيو لعندكم حتى حنا نفرحوا معاكم. هذا الشيء اللي كاين. والمستوى ديال الحفل التمهيدي ديال السنه كيفاش كان التقييم ديالكم اليوم؟ بالنسبة كاين الحمد لله كاين بعض أربعة الأشخاص ساهموا مساهمة شنو نقول لك الأسماء؟ نعم نقول لك الأسماء يعني المساهمة نعم ساهمت في إنجاح النشاط كاين أستاذ طبيعة هذه المساهمة بدون ذكر الأسماء نعم هما الأشخاص اللي كيقول لك بأن أنا كنشوف هذه الجمعية خدامة نشطة الدعم عندها ضعيف أنا مدعمة اليوم ومازال احنا هنا وندعموا المهم كتشجيع.